اللي موجوده في البيت. هي بره البيت هي دي اللي كشفت الماسور. تمام. انت قلتوا كان في دخنه جامده طالعه. طلعنا رحنا يا ابني في عندك دخنه جامده في ايه عندك؟ قال لك ده شويه زباله مولعه. الريحه كانت عامله ازاي؟ ريحه وحشه. ريحه حاجه بني ادم من حاجه بتسيح، ريحه شعر، حاجات زي كده. ما هم كانوا متغيبين اصلا بقالهم قد ايه؟ يعني انا عن نفسي ما شفتهمش من العيد. من العيد كل واحد في بيت، ما حدش مخلوق بحاله. ايه السبب الدافع ان هو يعمل جريمه شنعاء يرتكبها ضد والدته وضد اثنين من اشقائه؟ يعني اخته دكتوره، اخوه، ربنا اللي يعرف حاجه، مش يعرف حاجه عنه. يعني قعد 3 ايام ولع فيه بينهم، ما حدش يعرف بينهم ايه. كلميني عنه هو، يعني تصرفاته، هل هو متزن؟ كان ماشي عادي خالص، ويعدي عليك لو عدى في الثانيه 3 مرات سلام عليكم. ما كانش يعني قعد مع جوزها 3 ايام في نفس البيت ومحدش لاحظ عليه حاجه. تقولي لي اكيد وصلى وراح اشتري حاجه ساقعه وراح قعد مع بنت عمه وكان متعشى دايما بيصلي. كان دايما بيصلي، بيروح الجامع وكده ولا طيب؟ كان بيصلي كل جمعه. بيصلي كل جمعه. طب هو قتلهم ازاي؟ او الخبر وصل لكم ازاي؟ احنا الدخان اللي عرف عرفتوا ايه بقى؟ احكي لي كده. عمه راحت شغلها المحاميه. ما حكت لك. طب قولي لي ادرى مني، لان هي كانت بتجمع عند ابن عمه ياسمين وعارف. طب كان دايما بيتخانق مع مامته من يوم ما بابا توفى. انا عن نفسي ما شفتوش اتخانق مع والدتي. طب انا عن نفسي دخلتي البيت بعد اللي حصل ده؟ لا ما دخلناش. طب ما حدش دخل البيت شاف ال ما حدش بقى؟ كانت النقطه جت والمباحث جت، ما حدش دخل. ما خلوش حد حكى لكم على المنظر. مين اصلا اللي حس بالقصه دي؟ يعني حس بتغيبهم؟ الناس جيران. الجيران. في واحده من الاهالي قالت يا جماعه ده ريحه لحم بني ادمين بيتحرق، فعلا الكلام دوت؟ هي ريحه ايوه فعلا. ما هي الصبيه اللي انت عارف، انت لو رحت البيت اللي على المصرف اللي قباله ده هي هتقول لك على كل حاجه. هم قطع من لان هي اللي اضرب السيف. يعني هي لها اشلاء من الراس. البيت هو على يمينك وانت طالعه هناك في الاخر هتحودي حبه كده على الكوب. الشارع ده بعد الشرب. بعد التربه. اكتشفت الجريمه. مين اللي اكتشف الجريمه؟ مين؟ هي شمت الريحه، بقالها 3 ايام شمها. الصبيه اسمها مكرمه. نروح له يقول لك ده حبه زباله انا كبيبه، ما حدش يشغل دماغه هو. ففي الاخر قالت له، لا اتصلت على ابن عمه وقالت له لا يا ابني تعالى شوف لنا الريحه دي فيها ايه او النار دي فيها ايه، احنا مش عارفين نقعدوا من كتر الريحه، الريحه مش طبيعيه، تعالى شوف الريحه. قال لها طب حاضر انا جاي. راح جه ما لقاهوش، فتح الباب ودخل لقى النار مولعه والعظم فيه. عظم واللحم بقى. اللحم بقى الله اعلم. اللحم بقول لك البرح. اللحم ما كانش موجود؟ المباحث لقوه في الثلاجه. اللحم ايه؟ لقوه فين؟ في الثلاجه في اكياس. اللي هو الواد قطعهم عبيهم في اكياس كده. قطعهم وعبيهم في اكياس؟ في الفريزر كمان؟ انتوا بتقولوا كان بينساوي وكان بينزل وسلام عليكم كل الناس. محترم جدا. انا مش عارفه انا بقول لك يعني محترم، بس ما كانش باين عليه اللي هو مثلا عقله على قدنه هو حاجه كده. لا ده عقله حلو واعي. سلام عليكم. ده السلام ده محامي. يعني مش مريض؟ لا يعني بيتعامل عادي. هو كويس ودماغه كويس. سلام عليكم وعد محترم ما فيهوش اي حاجه. عنده 29. هو فصل اللي يفكر التفكير ده يبقى في حاجه. هو فصل اللحم عن العظم. فصل اللحم عن العظم وحط اللحم في الثلاجه. لقوهم في كياس. ليله البارح. امال كان بيحرق ايه بقى؟ كان بيحرق الجمجمه. بيحرق العظم. العظم والدماغ. يشف العظم. الكلام كان جنب العظم واللحم. ازاي شف اللحم في الثلاجات فوق في البيت وهو عامل الدماغ في الزريب اللي هو يعني بيحاول يولع في الجماجم وجنبهم الكلاب كمان. لقوا كام جمجمه من ثلاثة؟ لا لقوا اثنين. بقول لك ثلاثة. اثنين ولقوا قفص. خالو كان هنا. لا تعالى قول، تعالى قول، تعالى قول. لو اثنين لو اثنين وقفص. دخلت المكان؟ دخلت البيت لقيت دم على الارض وسكينه محطوطه على الكرسي وحاجه ساقعه والدم مليان في كل حته. دماء في الطرقات. كان بيشرب حاجه ساقعه؟ انت كنت بتتعامل معاه؟ لا لا هو مش من هنا. شفته بعد ما عمل كده؟ ده مش من هنا اصلا، اسكندريه بس جاي فتره صغيره هنا كده. يعني نسيت الكل بس عشان الناس تبقى انت فيه يعني تبقى فاهمه الواقع مشت ازاي بتركيز عشان من برضو احنا ان احنا ما نجيبكيش ونطول عليك. الواقعه انت بتقولي ان هي كانت يوم يوم الخميس بالليل فجر الجمعه. فجر الجمعه تمام كده؟ الدخنه طالعه من اليوم ده فعلا. تمام. وانتوا رحتوا له قلتوا له ايه اللي بيولع في ايه؟
اريح. قلنا له في ريحه في دخنه طالعه من عندك في ايه يا ابني؟ قال لك ده حبه زباله مولع فيهم ما حدش يشغل دماغه. انتوا كنتوا شاكين ان هم ان دي ريحه بنادم؟ لا احنا ما شكناش بقى في الاول كده في اول الدخنه كده ما حدش شك في حاجه. بتخبز ده بتشوي احنا قلنا ده هي بتخبز بس منها من عادتها بتقوم بدري تخبز وتخلص نفسها بدري وكده. هي كانت معتاده ان هي تصحى بدري وتعمل كده. تعمل حاجتها بدري وتشتغل بدري وتخلص حاجتها عشان وراها غيطها وراها حاجتها. تمام. فمن العاده اللي احنا قلنا ده بتخبز او حاجه زي كده. هي انا ما شفتهاش بجد. انا جينا ايه طبعا انتوا ما شكيتوش احنا ان الكلام راح يصلي الجمعه. ايوه ما شكناش في حاجه. يعني اتقال وراح صلى الجمعه. متعامل مع الناس عادي كطبيعي. تمام. ماشي طبيعي. عامل اللي عمله ماشي طبيعي. تمام. وبعدين بقى ايه اللي حصل؟ ايه انت تقولي لي لما سمع خطبه الجمعه كانت بتتكلم عن القتل والكبائر. بقول لك اعمل على دماغه كده. عمل ازاي يا حاجه؟ كده ليه بقى؟ لما سمع الكلام عن القتل. تمام. حس باللي هو عمله؟ حط ايده على دماغه. الناس بتقول الشباب اللي كان هناك. تمام. وبعدها بقى يعني هو حبيته عادي مفيش مشكله بيشتري حاجه ساقعه وروح البارح العادي البارح واخد حاجه سبعه وعادي خالص. خد حاجه ساقعه وروح البيت عادي خالص. واربع باكل بس بقول لك رغم واكلينهم هو واكلهم ورمي الورق بتاعهم في الشارع. طب هو عمل كل ده ليه؟ في كلام بيتقال عن ان يعني خلافات بسبب الورث. بس هو الورث. ايه بقى القصه؟ لما خد الورثه طب ما هو حد واخد ورثه وانفصل وعايش في عيشه لوحده بس ما حدش يعرف الله اعلم. تمام. وبعد بقى خد الحاجه الساعه والبسكوت وبعد ما خد الحاجه الساعه والبسكوت وروح البيت. راح الشين يعمل ايه؟ جاب شكرتين جيبس. تمام. وزازات ميه. تمام. وبعدين بقى ايه اللي حصل بعد كده؟ حد رن عليه بيقول له انت فين؟ قال له هو انت عرفته؟ وجي سايب العربيه لمخضه بالحماره بعيد هناك يا من بعيد كده بعيد عن البيت يامي وجيه ماشي. تمام. وبعدين بقى ايه اللي حصل بعد كده؟ يعني جه لحد هنا بعد ما بحج جد بقى. انت قلت لي ان في حد من ولاد عمه اخته كان جاي لها جواب تعيين هم بيرنوا عليهم هم محدش فيهم بيرد في التعيين على التليفون. ايوه. بعتوا ابن عمه صح كده؟ ابن خاله. او ابن خاله. ابن خاله بقى طبعا جه عشان ايه جاله هنا يتكلم معاه ما ردش عليه حين. جه خالد الواد ده جاوب التعيين التليفون لخاله. الواد برضه لخاله بيقول لك ما ردش عليا حين. على ما جه هنا لقى عيال عمه واقفين قدام البيت بقى وقال لك ايه ده موت. ولقاهم كلهم في الزريبه بقى جوه كده لقاهم عارفين بقى اللي حصل. يعني هو ده لحد هنا. ومشي بقى هرب على كده بقى اختفى. الواد ما رجعش لحد. تمام. الجثث بقى لما انتوا حد شاف الجثث بقى او انتوا اللي سمعتوه يعني اللي انتوا شفتوه ايه في الجثث؟ ايه اللي انت شفتيه يا حاج؟ والله ما دخلش. اللي انت شفتوه. طب اللي دخلنا مع النقطه ساعه ما دخلت هو ايه؟ عظم اللي جناه في النار ثلاث حتت عظم. في النار. بس هو ده اللي احنا شفناه. وحلل محطوطه كده وجزاز سبري رش بتاع فيليت ومش عارفه ايه وحاجات من دي. الراس فين؟ كنتوا متوقعين الراس فين؟ كنتوا متوقعين ان هو ممكن يعمل في والدته واخواته كده؟ لا. طب ايه قصه الورث دي اللي يعمل عليها المشاكل دي كلها؟ معرفش والله حاجه عن الورث. طب هل هو كان مهتز نفسيا؟ كان بيعاني من اي مرض نفسي خلال الفتره الاخيره؟ لا 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 لا. يعني كان عائله بيتعامل معاكوا طبيعي؟ طبيعي خالص. اي خلل نفسي في التعامل؟ لا 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 طبيعي 100%. تمام. ما فيهوش اي حاجه. جاب شكرتين اسمن جبس عملها في العقد وزادت ميه ماء ودي جابهم منين؟ مشين اشتراهم من يعني في ناس قالوا لكم يعني حد بس معاك احنا عايزين نعرف منك الواقعه. طب ماشي كمل لنا حاجه اعتبرك ان انا حكيت يا سيدي انا هحكي تاني معلش. طب كمل لنا وبعدين نقول لك القريه ايه اللي حصل؟ راح جاب شكرتين جبس ودي. فبنت عم المحاميه لما اخوها قال لها انا اتصلت بالحكومه عشان الواد موت اخواته. المحامي راح متصل عليه انت فين يا نبل يا عرس يا وسخ؟ تمام. قال لها انت عرفت؟ قالت لي. قال لها السلام عليكم. خد بعضه وجري. ساب العربيه واتكل على الله. بقى شكاير الجبس وجري. ساب كل حاجه ومشي. قتلهم ازاي؟ ما نعرفوش. طب اللي انتوا شفتوه ايه؟ اللي احنا شفناه ان الدخان والناس كانت جاله دخان وبلغت الحكومه. قعد ثلاث ايام مولع فيهم فعلا. ده من يوم الخميس لحد امبارح العصر كانت الدخان شغال. لحد امبارح. ايه اللي حصل يا حاج وانتوا اتحركتوا ازاي كاهالي البلد هنا وخاصه ان انتوا عزبه يعني عزبه واحده كلكم انساب لبعض؟ اتحركنا لما لقينا لما لقيت حد بيجري رحت. لقيت ابن عمه هو قاعد هناك وخلاص قال انا بلغت الحكومه اللي هو ابن خالك. ايوه ابن خالي. طب ايه الخلافات اللي تدفعه ان هو يولع يقتل؟ مفيش اي خلافات هو عايش طبيعي خالص ويكلم الناس و100 100. هل كان هو بيتكلم عشان تقولوا اضطرابات نفسيه؟ ايه القصه دي؟
ايه القصه بتاعت ان هو كله بيقول لا لا القصه ان هو على والدته وهل هددها علاقته بيهم ايه؟ لا ما اعرفش الحاجات دي لان ما هم ما لهمش اختلاط باي حد. يعني ما كانش في خلاف ما بينهم قبل كده؟ ما اعرفش. ما كنتش بتسمع مثلا خلافات بيعتدي عليهم اي مشاكل ما بينهم؟ هم منعزلين لوحدهم. يعني في اقوال بتقول ان منعزلين اه بس انتوا يعني كان بيقول ان في اقوال بتقول ان هو بيمسك لوالدته السكينه. ما اعرفش هم كانوا منعزلين عن الناس. يعني طبيعته بيكم كاهل البلد ايه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بيقول انه حضر خطبه الجمعه وصلى معانا الجمعه. صلى معاك الجمعه؟ شفته بقى كان بيعمل ايه؟ احكي لي بقى تفاصيل صلاته في الجمعه وهو بعد كده. الشيخ اللي احكي لك بقى الجمعه دوت هو شاف. لا احكي له هو شاف. تعالى بقول لنا يعني احكي لنا كده ايه اللي حصل. صلى ازاي؟ انت شفته؟ انت شفته؟ اما انت قلت له على الجد وراح عامل ايه؟ تعالى اقعد هنا واستاذنك. عمل ايه في صلاه الجمعه؟ يعني القاتل كان بيصلي عادي بعد اتحرك شوارع البلد. صلى الجمعه معانا عادي واتحرك عادي والامور طبيعيه. والسبت كان عادي طبيعي خالص والحد امبارح شويه حاجه. ساعه الخطبه عمل ايه؟ الخطبه كانت بتتكلم عن القتل والجرائم وحرمه الدماء وحرمه الدماء والاعراض كده يعني. هل فعلا لما سمع حرمه الدماء لطم على وشه اثناء الصلاه؟ حط ايده على دماغه. حط ايده على راسه. حط ايده على راسه. عمل ازاي؟ وصف لي المشهد ده. يعني عمل ازاي؟ عمل ندم يعني؟ اه زي ما يكون واحد عامل عمله وندمان عليها صح كده؟ ندم يعني حركته دي انت شايفها ان هي زي الندم؟ ندم على اللي عمله؟ لا ده من هول. الدافع لارتكابه الجريمه تعتقد؟ يعني اعتقد ان نفسه مش كويس. عنده هزة نفسية مثلا دفعته لارتكاب نفسي؟ ولا ممكن يكون البعض بيقول ان في خلافات مالية ميراث ما بينه وما بين اخواته؟ ما اعتقدش. تقصد يعني ان عنده حقد تجاه اهله؟ ايوه بس يا بابا غيره من الاخوات. حقد هو حاسس ان ابوه ظلمه يعني في الورث ومش عارف بس هو خد الورث. ده بيقول لك ان ابوه مات ازاي؟ ابوه ظلمه في الورث ازاي؟ ابوه هو يعني حاسس ان ابوه ظلمه. هو حاسس كده. هو عنده احساس. ليه بقى عامل هو عنده احساس ان ابوه ظلمه بس خلاص. النهارده كنت في الشارع واحد زميله قابلني قال له امه ضيت ما جوزتهوش. ده انا زميله ومعايا اثنين. امه ما جوزتهوش كلام كده. جوزته كان امر ضار عن كده. طب بقول لك يعني سبب ان هو ما اتجوزش يعني ده واحد ده الناس بتتكلم يعني ده واحد بيقول لك ان والده اصلا مات بسبب الواد ده. ان والده مات بسبب ال زعلان منه يعني. بيقول لك ان هو كان بيحب واحده مغربيه تقريبا او واحده من بره وغصب على ابوه ان هو يجيب له فلوس عشان يجوزها. يا عم ده ابوه ميت وسايب له 200,000 جنيه في باسمه. اه بس ازاي ابوه غصب عليه؟ لا هو الواد اللي كان بيغصب على ابوه. الواد اللي كان بيضغط على ابوه. بيضغط على ابوه عشان يتجوز يعني؟ عشان يجوزه. وابوه قال له ما ابوه كان عايز يجوزه. اه واداله 200,000 جنيه قال له روح اتجوز. الاب ما كانش بيفرق خالص في المعامله يعني. الحقد يعمل كل حاجه. طب بيحقد ليه وهو واخد كل ورثه واخد كل انا عارف كل حاجه وخصوصا كمان ان والدته كانت بتساعده في طب ما احنا قاعدين بناكله ونشربه بالعافيه وعايشين والحمد لله. كانت علاقتكم بالحاجه بدريه رحمه الله عليها طبيعيه خالص ما فيش. الست دي بيقولوا كانت غلبانه وشقيانه يعني. اتشقينا عليهم من يوم ما كانت متقطعه حتت من الشجر. بعد ما كانت ايه؟ كانت متبهدله من الشجره يعني ما كانتش مترفعه. اخر مره شفتها امتى؟ اخر مره انا مش شفتها من اسبوع. طب ما كانش في بالكم حد بس يسال عليها يقول دي مختفيه مش ظاهره لا هي ولا حد؟ ما حدش بيسال عن حد. ليه؟ لان احنا شايفين بعض يوميا. اه يعني كل ساعه اشوفك. بس اختفائهم عده ايام ده ما اثرش ريبه جواكم يعني؟ لا طبيعي. ممكن تكون طلعت عند اخوها عند اختها كده. بس برضه يعني ما استغربتوش ان كاهل البلد محدش استغرب لان التلات ايام دخنه طالعه من منزل محدش راح قال له انت بتعمل ايه؟ كان بتلاقيه جابلك يجابلك ويقول لك انا مولح في عفش انت عاوز ايه انت؟ ابن عمه فرحه ما حسش بيه. خلي بالك دلوقتي وانا معدي على البيت هو والده متواصل من قد ايه؟ ميت في حادثه عربيه برضه. ابوه ميت في حادثه عربيه؟ كلمني كده ساعه وفاه والده كان رد فعله ايه؟ عادي خالص. كان عادي اي ابن لما يعني دلوقتي يعني اي عيل مثلا لو هو كويس هيبقى زعلان. ما كانش زعلان؟ الريحه صعبه قوي على فكره. عادي خالص شمته الريحه. عادي شمته الريحه. كل العيله شمت الريحه. بس واحد بيقول لك مولع في الزباله هتعمل له ايه؟ يعني حاجه دلوقتي واحد يعني اللي كلمه يقول انا مولع في الزباله بس خلاص انت عارف. طب انتوا دخلتوا جوه شفتوا في المنزل؟ ابن عمه اللي دخل. لما بلغوا البيت دلوقتي. طب وصل لكم الكلام ايه؟ ابن عمه والحكومه اللي دخلوا البيت دلوقتي مقفوله حاجه صح؟ لكن النار لسه شغاله في الدريبه اللي بره. ايوه يعني دلوقتي حاجه يعني الريحه كانت جامده جدا لدرجه ان احنا واحنا معديين دلوقتي شمينا الريحه. ريحه صعبه قوي. اه مفيش يعني طبعا الجريمه اللي هو عملها ما تجيش مخيله اي حد انها ترتكب.
محدش يجيب باله لو ممكن يعمل حاجه زي كده. انتوا مثلا هو انت ما تسال صاحب البيت وتقول له في دخان يقول لك انا مولع فيه الزباله، هتروح تضربه وتخش البيت؟ لا طبعا. بس خلاص انا مولح في الزباله خلاص. طب انا مولح في الزباله وبرضه اختفاء اخوه وامه واخته. ما احنا مش هندوره بقى، انت ممكن تخش. ما تقدرش خالص ولا اخوك يبانوا. هما ناس في حاجه. هي مناقشه رساله الدكتوراه بقى لها اسبوع. اخته؟ ايوه اخته لسه مناقشه. مناقشه رساله الدكتوراه بقى الدكتوراه بقى لها اسبوع. ماجستير. لا اله الا الله. كان بيغير منها؟ كان بيغير منها؟ ما اعرفش. كان بيغير منها؟ هو محامي. احنا بينهم بعض اسكنهم مختفيين، محد بيخش منهم. محدش بيخش منهم. كانت اسره متفككه. هو ابن خالي بس انا بقالي 20 سنه ما دخلتش البيت. ابن خالك؟ اي. ليه ما دخلتش البيت بقالك 20 سنه؟ يا سيدي ناس منكفره على نفسها، هتروح تطفل عليهم؟ ما ينفعش. اسره متفككه. ان ان يعني هي امنيه اللي هي توفت كان جاي لها جواب تعيين ان هي تشتغل معيده. هي ما هي هي ما هي كانت معيده يا عم الحاج المكتب. ايوه. كانت معيده وهي تعيين في الكليه. هتقدم في الدكتوراه. والصغير اللي كان في الجيش. كان هيطلع بعد شهرين. ده كان هيطلع ولا كان طالع وخلاص؟ كان فاضل له شهر ولا اثنين. اه في كليه.